زي ما تقول كده قبل الفاصل، محمود شاكر شايف بديل مهم ومناسب للأهلي بالنسبة لعلي معلول، مش بديل إنه علي معلول يرحل، بديل مع علي معلول. السؤال دلوقتي يا كريم، هل حان الوقت الفعلي لإيجاد بديل لعلي معلول؟ ولا ما بنقول بديل لعلي معلول مش بنقول إن حد يجي يلعب علي معلول، علي معلول هو أفضل محترف. لا وينافس. يجي ينافس يعني أو يلعب على علي معلول يعني هو 12 يلعب. الناس ممكن تسمع بنقول كده يبقى خلاص أصل علي معلول مثلا إنه وحش فلازم يجي حد يجي مكانه. علي معلول عشان نديله حقه برضه هو أكتر لاعب محبوب في تاريخ مثلا المحترفين كلهم اللي جم النادي الأهلي، أفضل محترف في تاريخ النادي الأهلي، أفضل باك ليفت محترف برضه جه في تاريخ النادي الأهلي، وفي نظري أفضل محترف جه في مصر بصراحة. ولكن في نفس الوقت يا كريم علي معلول طبعا الحاجة اللي كل ما بتقدم كل ما بتحلو، ولكن المردود البدني لأي لعيب كورة في العالم بيبدأ الكيرف بتاعه يقع أول ما أنت بتعدي ال 31 32 سنة. ولو افضل اكبر مثال في الدنيا كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. علي معلول وجوده مهم جدا في النادي الاهلي، ولكن لما تيجي تبص على وجود علي معلول من 2017 لحد 2023 مفيش حد قدر ينافسه او حد قدر ياخد مكانه. ولما المقارنه اللي بتتقال ما بين علي معلول وما بين جيلبرتو كريم، مع احترامي كامل لجيلبرتو اللي معشوق كل الاهلاويه، ولكن جيلبرتو اخر سنه ونص سيد معوض ركب عليه مفيش حد قدر يركب مكان خالص بتاع علي معلول. بس انت دلوقتي سيد معوض دلوقتي مفيش سيد معوض اللعيب ما انا بقول لك. ولكن في نفس الوقت يا كريم انت عارف ان المردود البدني والمردود الذهني وكل حاجه هتبدا تقل مع تقدم العمر. يلا ماشي البديل هقول لك سريعا. فانت مهم جدا عشان الوقت فعلا بيطير منك، فانت مهم جدا ان انت تجيب لعيب عنده نفس القوه الهجوميه بتاعت علي معلول، لعيب بيقدر يستخلص كرات بالقوه دي، لعيب عنده حتى كمان يقدر يقوم بدور الكورنرات او الكرات الثابته بطريقه كويسه. مين من اللعيبه اللي موجوده في او اتنين ابرز اتنين لاعبين موجودين في الدوري المصري من وجهه نظري؟ محمد حمدي طبعا لاعب انبي ومحمد شكري. ولكن انا جاي اتكلم على محمد حمدي، كلام كتير قوي ما بين الاهلي والزمالك عليه. لعيب مواليد 2003 عنده 20 سنه اول سنه يلعب فيها في الدوري محمد المنتز. حمدي انبي محمد حمدي انبي هنتكلم على محمد حمدي انبي. قبل ما نتكلم على محمد حمدي انبي خليني اوريك الخريطه الحراريه بتاعته قبل ما نجيب بالحالات بتاعته واوريك ان الراجل طبعا ليه ممكن يكون البديل الافضل لعلي معلول. يلا اول حاجه زي ما عاوز تجيب بديل لعلي معلول، علي معلول قوته الهجوميه، دفاعيا ممكن ما يكونش بنفس القوه الهجوميه ولكن قوته الهجوميه بتغطي على الدفاعيه. دي الخريطه الحراريه بتاعت السيزون كله لمحمد حمدي. بص يا كريم الراجل على طول ماسك الخط، ولكن انا اللي بالنسبه لي كان غريب جدا ان الراجل دايما بيخش جوه الملعب، بيخش جوه عمق الملعب. هتلاقي ان في نقط حمراء كتيره جدا جوه عمق الملعب، عند نص الملعب، عند الدايره بتاعت نص الملعب، فمعناها ان الراجل ده مش ماسك الخط بس، ما بيقومش بدور الباك الوينج باك الطبيعي او التقليدي. وبرده لو تبص على الكورنرات هتلاقي يا كريم نقطة حمراء عند الكورنر اليمين وكورنر الشمال، اللي هو متميز جدا 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 في الكورة الثابتة. وهنا ارجع للنادي الاهلي، كسب بطولة افريقيا بهدف محمد عبد المنعم من اوفر لعلي معلول، ودي تركة مهمة جدا. تعال نشوف محمد حمدي صنع الهدف الانبي في الزمالك في الدور الاول. جمعنا نشوف بقى كريم بالحالات. ليه بقى بنتكلم على محمد حمدي ونقول ان هو البديل الافضل لعلي معلول؟ اول حاجة الراجل متميز جدا 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 في استخلاص الكرات، ومتميز جدا يا كريم في الطلوع بكره. وده محمد حمدي عاوز اوريك. بص هنا يا كريم الراجل بيستخلص الكره اكتر من رائع. بص هنا ماتش الاهلي حط برده نفسه بيحط بيستخلص الكره بطريقه اكتر من رائعه. متميز جدا ان هو بيقرا الملعب كويس وشايف مين وراه وشايف مين بيجري. لا لا لعيب اكتر من رائع. ولكن زي ما بقول لك هو بص يا كريم بعد ما قطع الكره بص بيجري فين، بص بيجري فين، هيجري على طول. هو على طول التيمبو بتاعه عالي، الريتم بتاعه على طول سريع، يقطع ويتحرك على طول لقدام. هنا برضه عاوز ابص يا كريم بيستخلص الكوره في منطقه الجزاء وبيلعب النادي الاهلي على صدره وبينزل الكوره وما بيطلعش الكوره غلط، بيطلع الكوره صح. هنا برضه من المميزات برضه اللي كبير عنده يا كريم موضوع اللونج باس بتاعه. بص يا كريم الراجل بيعمل لونج باس متميز جدا جدا جوه منطقه الجزاء. بص هنا الكورنر يا كريم بيلعب، ده الهدف اللي احرزه لسه كان بيتكلم عليه نادي الزمالك. وعلى فكره هو عامل هدفين في نادي الزمالك. بص يا كريم برده الكورنر تاني بيلعبه على البعيده، متميز جدا جدا في الكور الثابته ومتميز جدا في الكور العرضيه سواء من الثبات او سواء من الحركه. وكل كور العرضيه كريم ايه جايه بالظبط في اكتر المناطق اللي المفروض الكوره تلعب فيها. بص يا كريم هنا برده عمل لونج باس، بص سرعته هنا بياخد ضربه الجزاء دي في ماتش مباراه فاركو، متميز سريع جدا بالكرة. عاوز برضه اوريك من الحاجات المميزه عنده جدا ان الراجل في التلت الهجومي
بص يا كريم برضو الفاول ده قريب ما جاش جون ولكن كان قريب جدا برضو نفس الفاول هنا تاني. راجل متميز، لعيب اشول حريف، لعيب اشول شويط، لعيب اشول عنده امكانيات كتيره جدا مهاريه. بص يا كريم هنا برضو، بص بقى كريم ده الجون اللي جه في نادي الزمالك، بص الراجل عدى زي، بص الثرو باس هايل، وده في نص الملعب وده باك ليفت، ده 20 سنه مواليد 2003. هو اكتر تاني لعيب مع تقريبا احمد شريف في المنتخب بتاع الشباب اللي لعب في بطوله افريقيا، واكتر واحد في لعيبه ده. بص يا كريم المهاره ان هو بيلعب لرفيق كابو، بيلعب في انصاف المساعد. بص هنا برده يا كريم اول قرار عنده الضغط، بص يا كريم على طول بيلعب الكوره ولكن بتتصد هنا على طول قراره الاولاني. والغريب بالنسبه لي يا كريم هو اماكن تواجده، بص يا كريم وش رجله الخارجي، اماكن تواجده ان هو مش ماسك الخط. فهنا انت مهم جدا افكار مارسيل كولر، مهم ان انت يبقى عندك، بص يا كريم بيرقص ازاي ويعدي من نص الملعب ومهاري جدا، رقص عمار حمدي بعد كده الراجل اللي بعده بيدخل كوبري وبيعدي، متميز جدا يا كريم، مهاري جدا. فاللي بقول لك عليه المميز عند الراجل ان هو مش بيلتزم فقط بالمكان بتاعه بتاع الخط، راجل بيخش دايما لعمق الملعب، راجل بيقطم لجوه، متميز جدا في الكور العرضيه، متميز جدا في التسديدات، ومتميز جدا في الكور الثابته خصوصا من الركنيات، ودي نقطه من نقاط القوه عند مارسيل كولر. وحاجه اخيره قبل ما تقفل يا كريم معايا، محمد حمدي هو اللعيب الافضل اللي ممكن يجي مع علي معلول. علي معلول فاضل له سنه في عقده وهيتم 34 سنه في شهر 6، محمد حمدي عنده 20 سنه وانت ممكن تبني عليه المستقبل اللي قدامك. صحيح.